ونصلي الفجر تقريبا الساعة 4:30 زي هيك، أجانا زورق إسرائيلي من الجهة الجنوبية، وغير تحذير وهجوم مفاجئ وطب طخ فينا. أخ مطاط عورني هون عورني هون، فتح راسي من هون، عور اللي معاي عوره. وأنا بعدين أغمى علي، خدوني على المطاط، أغمى علي 2 يومين في العناية، وبعد 2 يومين صرت أصحصح. ولما صرت أصحصح لقيت جنود عنده ومكلبش وراسي مفتوح كله غرز من هون، وإذا يرجعوني. وبعدك بعد 4 أيام وأنا فوق الغرفة، أجا الجيش أخدني مكلبش ورمانا على حدود أرز وسبوي. هاي الحاسكة والمكنة اللي بنصرف فيها حقة فوق الـ20 ألف دولار، والمكنة ملهاش 10 أيام جايبين لسه حقة دين، يعني حقة 400 مليون لسه دين حقة ما سديناهوش. وبنصرف فيها واللقمة خفيفة بنجيبها وإشي بسيط يعني. وخدولنا إياهم وقطعوا رزقنا، وهذه المركب بنصرف فيها أكتر من 30 نفر بياكل منها. بنصرف فيها هاي المركب أكتر من 30 نفر بناكل منها، فقطعوا رزقنا وقطعوا في رزق عيالنا ورزق ولادنا ورزق أهالينا. أنا بعت الذهب بس ما بكفي إني أجيب المكنة، فضل دين علينا مصاري لسه عند الزلمة، وبطلب فيه الزلمة وما بنعرف كيف نسد وياه. وقطعوا في رزقنا وأخذوا كل رزقنا وعيالنا، وأنا قاعدين لا شغل ولا عمل، لقيت ندور على مأوالنا. شوي شوي متحسن يوم عن يوم، بس راسي بيجعني كتير وظهري، عندي ألم ظهر كتير شديد، وبيجعني ظهري من حملي هواي هون، صار معي أعصابي بيجعوني من ظهري، وما بتحرك كتير، ما بقدر أتحرك، وبمشي بتعكز على أهلي، بتعكز لما بمشي.